مواسم مقبلة إن شاء الله. غيكون تكوين محاولة تغذية دامجة لفائدة أستاذات وأساتذة الابتدائي، وكنا لقينا واحد الورشة تكوينية وطنية بتأطير من السادة يعني مؤثرين متخصصين وعاملين في هذا المجال، ثم مع السيدة هناء المصلحة التربية الدامجة وضعنا واحد مخطط جهوي، وعلى إثره وضعنا واحد خطة إقليمية يشرف عليها السيد المدير الإقليمي، غنفعلوها إن شاء الله قريبا. ومبرمجين التكوين تاع الأساتذة في شهر مارس باش نحاولوا أننا نكونوا جميع المدراء الإقليميين، المدراء تاع المؤسسات المؤسسات التعليمية. كبير طبعا نطمح أن يتوفر التكوينات، ولكن الوباء الله يغفر علينا، غادي نحددوا يعني الاولويه للاساتذه اللي عندهم حالات والاساتذه تاع اقسام الموارد للتاهيل والدعم. اذا النقطه الثانيه تنظيم الحملات التشخيصيه الطبيه للتعرف على الحالات المحتمله، وعندنا جمعيات نشيطه جدا على مستوى، وكنهنئوا المجهودات الجباره اللي كيقوموا الجمعيات في تعريف هاد الاطفال والحاجيات ديالهم الاطفال. النقطة الثالثة هي إرساء المشاريع الفردية ومشاريع الأقسام والمؤسسات. هنا غادي نقدروا أننا نتكلموا على خطط يعني لتنزيل هذه المشاريع، وفي نفس الوقت ممكن أننا نتقاسموا التجارب الناجحة، وهي كثيرة جدا وتستحق أنها تكون يعني نتقاسموها على مع الباقي المتدخلين. نقطة أخرى هي تنظيم التكوينات التخصصية في الدعم النفسي والسيكوسوسيولوجي، وهنا دعوة للشركاء من المجالات الأخرى في المجال الطبي وشبه الطبي بالإضافة إلى طبيعة الحال وزارة التربية الوطنية. تنظيم التكوينات التخصصية في الدعم النفسي، لغة الإشارة ولغة البراي مثلا الصوم البوم إلى آخره، يعني كاين كنسميوها ندوات موضوعاتية اللي كتكون تيماتيك، يعني كنجيبو مثلا متخصص هذاك الإعاقة واللي ممكن أنه يساعد لا الأستاذ وشريف لا للأسر، يعني ندوات مفتوحة وتكون تخصصية. كل ما نجيبوا واحد المتخصصين في إعاقة معينة، لأن يكون بطبيعة الحال أدرى بهذا النوع الإعاقة عفوا وخصوصياتها واحتياجاتها. تنظيم تكوينات، تنظيم لقاءات التأطير التربوي من أجل تكليف الأطر المرجعية التكوينات، وهذه مسألة مهمة في التكليف اللي كيحتاجوها بطبيعة الحال بلداتنا. تنظيم لقاء ختامي لتقييم البرنامج السنوي وتقاسم النتائج، ودرنا واحد البرمجة يعني استشرافية اللي ممكن تعديلها مع في إطار المديرية إن شاء الله. من هي الفئات المستهدفة بهذا التدخل على صعيد المديرية الإقليمية للعرائش؟ الفئة الأولى الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس باعتبارهم في السن. الفئة الثانية هي فئة غير مباشرة، ونقصد بها الأطقم الإدارية والتربوية والتقنية بالمديرية والمؤسسات التابعة لها. ثم الفئة الثالثة فئة شريكة وتضم كل من الأسر وعائلات الأطفال في وضعية إعاقة، ثم المؤسسات المتدخلة مثل الجماعات الترابية التي يدخل الموضوع في اختصاصاتها الذاتية، وكذا الهيئات والجمعيات المدنية المشتغلة على التربية الدامجة. الآن نتائج المنتظرة دون ثلاثة محاور على مستوى التكوين: تكوينات لفائدة المتدخلين من أطقم إدارية وتربوية، تكوينات لأطقم الدعم النفسي وأطر المساعدة الاجتماعية في هذا المجال تاع الإعاقة، دورات مشتركة لفائدة المتدخلين المدنيين والشركاء الاجتماعيين، هذا بالنسبة للتكوين. العنصر الثاني هو الدعم المؤسساتي، وهنا كنتكلموا على ما هو مادي توفير لوجيستيك لازم للمؤسسات من اجل انجاح المشاريع الدامجه، وهنا بطبيعه الحال دعوات الشركاء لتوفير هذا اللوجيستيك لفضاء دامج، تخصيص الموارد البشريه اللازمه وتكوينها اداريا وموضوعاتيا، توفير العدد التربويه وتكييفها حسب انواع الاعاقات وحاجيات المؤسسات. وهنا كنتكلم سي بوكيلي على تكييف المناهج، وليس فقط التقويمات والامتحانات، وانما يعني نحن مدعوون لتكييف ايضا البرامج، يعني تكييف التعلمات. العنصر الاخير في النتائج المنتظره على مستوى التواصل الاشعاع وانشطه الرياده. اذا انشطه وقوافل تحسيسيه لفائده الاسر وباقي المؤسسات التنشئه الاجتماعيه،
وجمعيات المجتمع المدني اكيد كيعرفوا الاهميه ديال هذه المساله تاع التحسيس والتوعيه، لا بالنسبه للاسر اللي كتخبي وليداتها وما خصهاش يبانوا انهم يعني معاقين، ولا الاخر اللي كيخصو يتقبل ويعرف ان الحق اللي عنده ذاك المقعد في المدرسه راه عند الاخر مختلف عنه، لان عنده نفس الحق باش ما يتقبلش انه يكون معاه. الا ما تقبلوا الا رفضوا اليوم سيرفضوه غدا في المجتمع. إذن الأيام المفتوحة للتعريف بالمنجزات والمرافعة والتعبئة المجتمعية، يعني هنا تثمين تلك المجهودات والنتائج المحصلة عليها. موائد مستنيرة من أجل هذه القلعات وضمان التقائية التدخلات، يعني كنقولوا التقائية التدخلات هنا يعني الشركاء، كنقصدوا بها وزارة التضامن، وزارة الصحة، وجميع الفعاليات في البرنامج. ثم المسابقات والتظاهرات الثقافية والرياضية والفنية. أخيرا نحتاج لتتبع وتقييم هذه التدخلات ديالنا والمنجزات، ونقترح في المديرية الإقليمية أن يكون التتبع والتقييم على مستوى أو عبر آليتين متزامنتين وفي نفس الوقت منفصلتين. الآلية الأولى هي لجنة تنسيق إقليمية تجتمع مرة كل شهرين وتقيس مؤشرات تطور تنفيذ البرنامج، وتتكون من المنسق الإقليمي واللجنة الإقليمية. إذا هنا نقول أنه واحد تقييم اللي هو داخلي، ستمكن من تتبع المشروع على طول السنة وإدخال تعديلات لازمة كلما تطلب الأمر ذلك. الآلية الثانية المقترحة للتتبع والتقييم هو لقاء إقليمي موسع يحضر فيه كل المتدخلين، ويتم تدارس نتائج المشروع وآراء وانطباعات المعنيين. وفي هذه الحالة يكون واحد التقييم اللي هو خارجي. هذه الآلية الثانية تمكن من قياس مدى تحقق الأهداف والنتائج في الميدان ووقعها على الفئات المستهدفة. وهنا يعني في هذا الوقت القصير اللي التحق فينا السيد المدير الإقليمي برمجة يعني يوما دراسيا اجرى اتصالاته مع متدخل من المجلس الاعلى للتربيه والتكوين، وايضا استاذه جامعيه بجامعه عبد الملك السعدي